بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب نتوجه إليك بك لا بغيرك، بذاتك وأسمائك وصفاتك وأفعالك وأنبيائك ورسلك وسيد الخلق أجمعين، وبما عبدك به العابدون، وبما دعاك به الداعين. نسألك يا رب العالمين أن تقبلنا وجميع المسلمين في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. أكبر كثرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أكبر كثرة المكسورين، واغفر ذنب المذنبين، وتب على العاصين، وتب علينا معهم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، توبة لا نشقى بعدها أبدا، توبة نصوحا بتوفيقك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم خلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، حققنا بحقائقه وحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، وانظر إلى ضعفنا فغطه بقوتك يا رب العالمين، وانظر إلى ذنوبنا فغطها بعفوك وغفرانك برحمتك يا أرحم الراحمين، وانظر إلى نقصنا فكمله بسترك يا رب العالمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا وكل من سألنا الدعاء. اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، واجبر كسر المكسورين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا توكلا يكفينا، وإيمانا ويقينا يغنينا بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تقبل بها دعاءنا، وتيسر بها أمورنا، وتشفعه فينا في كل كرب يهمنا ويهم المسلمين، في دنيانا قبل أخرانا، وفي برزخنا، وفي كل أحوالنا. ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في أجمها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة، رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وما زلنا في شرحه حول حديث البيعة الذي بايع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، وهو الحديث الثالث في هذا الكتاب المروي عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. ومن بين ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا الحديث، أول ما بايع ألا تشركوا بالله شيئا، فهو يتكلم على أن شيء تطلق على الصغير والكثير والقليل والكثير وعلى أي شيء. ولذا قال: من لم يوحد الله التوحيد الكامل وأخطأ ولو في شيء يسير فلم يفعل البيع على الوجه الأكمل. ولذا بدأ يشرح الفرق التي افترقت فوسط المسلمين في هذا الأمر المتعلق بالإيمان بالله، وما يجب في حقه، وما يستحيل، وما هو ممكن. فتكلم على فرقة القدرية وفرقة الجبرية، ثم تكلم بعد ذلك على المجسمة، فرقة المجسمة الذين ينسبون إلى الله الجوارح والجسم والحرق والانتقال وغير ذلك الحسي، والعلو الحسي الذي يشار إليه، لا علو المكانة بل العلو الحسي عندهم. فهذه الفرقة وإن كانت
قديمة، إلا أن ما زالت لها أصوات في مجتمعنا، وما زالت لها أصوات تنتشر في مساجدنا، ويتزعمها الفرقة الوهابية الآن، وينشرون كتبهم بالمجان في كل مكان، ومنشوراتهم يلصقونها في المساجد في كل مكان، على أن هذا هو اعتقاد السلف الصالح، وهذا من البلاء الذي ابتلينا به في هذا الزمان. فهو يتكلم معهم ويناقشهم مناقشة العالم لعلهم يعلمون، مناقشة الذي يريد الإصلاح لعلهم ينصلحون، مناقشة الذي يريد الهداية لعلهم يهتدون، لا مناقشة الموبخ ولا مناقشة المتذمر عليهم أو غير ذلك، ولكن هو يريد أن يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. فيقول: وأما ما ادعوه من التجسيم وتعلقوا فيه بظواهر آي وأحاديث فليس لهم فيه حجة بدليل ما يتفضل به إن شاء الله. فمن جملة ما تعلقوا بظاهره بحسب نظرهم الفاسد، هم قالوا إن ربنا جسم، قالوا كده بصريح العبارة، ولكن جسم لا نكيفه، يعني هم يقولون أنه جسم ولكن لا يكيف، فهم يعترفون بالتشبيه ولكن لا يعترفون بالتمثيل والتكييف. شوف الضلال، أهل السنة لا يشبهوا ولا يجسموا، لكن هم يشبهون ولا يمثلون، فيقولون له جارحة ليست كجوارحنا، أي بلا كيف، له عين بلا كيف، له يد بلا كيف، له ساق بلا كيف، حتى أن بعضهم تبجح وقال: أنسب إلى الله كل جارحة إلا الفرج واللحية. والله قالوا هذا في كتبهم، يعني قال: أنسب إلى الله كل جارحة، ساق، قدم، يد، وجه، عين، فم، أصابع، كل هذا ورد في السنة من هذه الألفاظ، النزول، غير ذلك، فهمها على ظاهرها، فنسب إلى الله الأمور على ظاهره، فقال: أنسب إلى الله كل جارحة إلا الفرج واللحية، لأنه ما عندوش دليل إن الرسول قال إن ربنا لي فرج أو دي لحية، نعوذ بالله من كلامهم، ولكن نحن نحكي فقط للتحذير من ألفاظهم ومن كتبهم. لكن على أي حال، من بين ما تعلقوا به بظاهره بحسب نظرهم الفاسد، قوله عليه الصلاة والسلام في جزء من حديث طويل: حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية: ساقه، على النار، يعني تفضل تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الله فيه قدمه، فتقول: قط قط. الحديث كده، هم قال له لي قدمه، شوف النبي قال لي يضع قدمه يبقى لي قدمه، شفت الجنان، أو ساقه يبقى يوم يكشف عن ساق، يعني ربنا لي ساق هيكشف. شوف قلة الأدب، شيء عجيب. قال علماء أهل السنة في هذا اللفظ 10 أوجه. الشيخ أبو جمرة ميت سنة 699 هجرية، يعني قبل ما يتولد وهابية هذا الزمان بقرون عديدة. فهمت إزاي؟ علشان ما تفتكرش إن هو زعلان منهم أو متضايق فمؤلف الكتاب ده، ده ما كانش يعرفهم أصلا ولا شاف خلقهم، ده ميت قبلهم بكام سنين طويلة. دليل ان هذه الطائفة كل عصر من العصور تطلع كده شوية منهم وبعدين يخمدوا، يطلعوا شوية ويخمدوا وهكذا. لكن على اي حال، وقبل ما ابن تيمية في 700 هجري، يعني قبل ما يتولد ابن تيمية زعيمهم، يعني اللي هم ايه يعني يعتبرونه حجتهم في هذه المسألة. قال علماء اهل السنة في هذا اللفظ 10 أوجه، اللي ساق او قدم يعني، ونحن نذكر بعضها لكي يتبين فساد ما ذهبوا اليه به، وقد ذكرها أبو البقاء في كتابه وغيره من الفقهاء. فمن جملة ما قالوا فيه وهو أظهرها وأرجحها أنهم نقلوا عن أهل اللغة أن الكافر عندهم يسمى قدما، فإذا كانت هذه اللغة فكيف يعرجون عنها إلى غيرها؟ كفى بهذا الوجه ردا عليهم. ومنهم من قال أنه كما سمى الحجر الأسود عين الله، مش في رواية يقول لك الحجر الأسود يمين الله في الأرض أو عين الله؟ طيب، وهو حجر مرئي مشاهد لا خفاء فيه، لكن لما أن كان من لمس الحجر رحم
وشهد يوم القيامة للامسي على ما جاء الخبر به، ثم يعين الله لكونه رحمة. انت لما تقول للواحد انت في عينيا يعني ارحمك، يعني احفظك، ولا حبيته جوه عينك؟ طب عينك تطرف. يعني لما واحد يقول في عينيا، ما تقدرش انت كعربي اصيل فاهم اللغة انك انت يعني تدمل على الحقيقة انك انت هتحط الموضوع ده في عينك، تطرفها ولا تخزقها؟ يعني ما انا في حفظي. اما واحد يقول لك مثلا خد الحكاية الحاجة دي شيلها لي، تقول له انا شيلها لك بس ده في عينيا، مش اللغة اللي احنا بنقولها. طيب يبقى عينيا دي ليها معاني كتير غير العين البصر الجارح، والقرآن عربي زي ما يقول ولتصنع على عيني وإنك بأعيننا. هي عين ولا أعين بقى؟ ولو حملناها على الجارحة يبقى هي عين ولا عينتين ولا أعين؟ يداه مبسوطتان هما اتنين، ولا في السماء بينها بأيد، ولا هي أيادي كتيرة؟ ده عملية صعبة بقى. لو هنحمل الأمور دي كلها على ظاهرها كده، على حقيقتها التي توحي بالتجسيم، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كل قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. يبقى ربنا كل ما يخلق بني آدم يطلع له صبعين، يعني يطرأ عليه التغير. ده اسمه كلام، يعني ده اسمه كلام يعقله عاقل. تصور ان هم نسبوا هذه الاشياء عشان تعرف ان مذهبهم مذهب جهل، مذهب ناس جهله متسرعين، او مذهب خواجات ما يفهموش لغه العرب، يبقى مذهب خواجه، لان العرب بيفهموا الكلام ده بمعنى اخر، العربي الاصيل يفهم الكلام. فيا اما بقى مذهب خواجات، يا اما مذهب ناس ما يعني جهله يعني مش عايزين يتعلموا، يا اما مذهب بقى ناس في قلوبهم زيغ يريدون ان يضللوا الناس ويضلوا معهم، يعني ما لهاش مخارج. لكن على اي حال، فكذلك لما ان كان موضع الغضب سمي قدما، فلو لم يكن نقل اللغه وكان الموضع يحتمل 10 أوجه مثل هذا الذي ذكرناه وما اشباهه، وتاويلهم الفاسد احدها على زعمهم، كيف يسوغ ان يجزم بواحد دون 9 مع انه هو اضعفها، لانه ينافي التنزيه ويخصص عموم قوله عز وجل ليس كمثله شيء. وكيف يخصص نص بمحتمل؟ النص عندي ليس كمثله شيء، ده نص، ازاي اخصصه بلفظ يحتمل معاني كثيره باحد محتملات؟ ازاي يعني انا لا اخصص النص الا بنص مثله لا يحتمل غيره، لكن اجيب لفظ يحتمل معاني كثيره واخد اسوأ معانيها واجعله هو ده الراجح، وبعدين اخصص بيه نص قطعي؟ ده اسمه كلام؟ فشيء عجيب يعني. وتأويلهم الفاسد احدها على زعمهم، كيف يسوغ ان يجزم بواحد دون 9 مع انه هو اضعفها، لانه ينافي التنزيه ويخصص عموم قوله عز وجل ليس كمثله شيء. وكيف يخصص نص بمحتمل؟ كفى بهذا ادل دليل في الرد عليهم، فكيف واللغة لا تحوج إلى ذلك؟ ثم مع ذلك يرد عليهم قوله عز وجل عن المؤمنين أن لهم قدم صدق عند ربهم. مش ربنا بيقول أن المؤمنين لهم، بشر المؤمنين أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ وقد وقع الإجماع من أهل العقل والنقل أن ذلك بالمعنى لا على ظاهره. فإن هم تأولوه، لو قالوا لا قدم صدق دي حقنا نأولها، ما تبقاش قدم رجل يعني؟ طب ليه بتأول دي وفي صفات اللي ما تأولهاش؟ بقى تأولها في المخلوقين اللي هم مخلوقين من جوارح وتيجي مع الله، ما تأولهاش وتخليها جريحة. شيء عجيب، فهمت ازاي؟ فلو أول دي يبقى يأول الثانية من باب أول، ولو ما أولش دي يبقى وقع في أزمة ويبقى جاهل مش فاهم لغة العرب. فهمت بقى المسألة؟ وقد وقع الإجماع من أهل العقل والنقل أن ذلك بالمعنى لا على ظاهره. فإن هم تأولوه كما تأول الكافة لزمهم أن يتأولوا الآخر ويعتقدوه كما فعل الكافة، وإن هم حملوه على ظاهره وقالوا بأن الصدق جسد مجسد وقدمه عند الحق سبحانه وتعالى وباقيه عند المؤمنين، فقائل هذا لا خفاء في حمقه، يبقى أحمق بقى، فالبحث معه قد سقط، لانه صار مجنون بقى. هتكلم مع واحد مجنون؟ نعالجه الاول وبعد كده نبقى نناقشه. والكلام معهم على رواية الساق مثله، لان الساق ينطلق في اللغة على اشياء غير واحدة، لانهم يقولون ساق من جراد وساق من قوم، ويقولون الساق ويريدون به الجارح، يعني ساق جماعة.
فهمت ازاي؟ عند لغة العرب كده، ما يقول ساق من جراد يعني جماعة جراد مجموعة. فإيه المانع؟ إيه يوم يكشف عن ساق يعني عن جماعة من الكفار يدخلون النار، على أساس إن الساق دي جماعة. تحتمل مش تحتمل هذا اللفظ؟ ليه أنا يعني أشيله على معنى إن ربنا ليه ساق؟ وبعدين هي ساق بقى يعني بركبة ولا من غير ركبة؟ يقول لك لا بلا كيف، قال يعني يا واد أنت يا واد يا منزل، ما نسبوا إلى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكفة، يعني نسبوا إلى الله كل جارحة وتمحكوا بإيه؟ بالبلكفة، يعني يقول لك بلا كيف، يقول أي حاجة فيها نقص وفي آخرك بلا كيف. حاجة غريبة. والأظهر في هذا الموضع واللائق به أن يكون المراد بالساق عددا من الكفار، فإذا كملوا فيها تقول قط قط، يعني ربنا يكمل لها، كل ما تقول هم مزيد لحد ما ربنا ينزلها مجموعة من الكفار تقول لك فاكد، ادي كل الحكاية سهلة. فبان فساد ما ذهبوا إليه بما ذكرناه، وفيه كفاية هذا البحث معهم من طريق النقل. وأما البحث معهم من طريق العقل فلو كان ما زعموا حقا لما صح تعذيب أهل النار ولا حجم. خد بالك، لو كان الساق دي أو القدم دي حاجة من ذات الله يبقى مش محجوبين بقى، ده يبقوا هيبقوا يا سعادتهم دول هيشوفوا ذات الله في جهنم، يبقوا يا سعادتهم بقى. وربنا بيقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكيف يحل هو في النار بذاته؟ ده لو حل في النار بذاته لصارت النار جنة ولم يصيروا محجوبون، وربنا بيقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأنهم معذبون. فإزاي بقى تقول لي إن ربنا هيدخل جزء من ذاته لو كانت ذاته تجزأ على اعتقادكم الفاسد في النار؟ كيف وهي تخالف صريح الآيات؟ يعني هو بيحاورهم من جميع الجهات، هو عايز يحاصرهم من جميع الجهات ويقول لهم انتوا جهلة من كل جهة. فهمت ازاي؟ يبص له من قفاه يلاقيه جاهل، من ناحية ودنه يلاقيه جاهل، يبص له عند مناخيره يلاقيه برضه جاهل، بص في عينه يلاقيه لسه جاهل، يقوم يديله في الآخر بالقضية يقوم يطب ساكت، يقوم يستريح منه. هو عايز يعمل الشيخ كده. فهمت ازاي؟ فهو بيلف حواليه الأول بالنقل وباللغة وبالمعنى وبالاحتمال وبالآية وبالنص وبالعقل، هو عايز يلف له من جميع الجهات علشان يضيق عليه ويحاصره حتى يثبت له فساد ما ذهب إليه من كل اتجاه. وقد حصل لهم العذاب. بيقول لك هنا أما البحث معهم من طريق العقل فلو كان ما زعموا حقا لما صح تعذيب أهل النار ولا حجبوا عن الله، وقد حصل لهم العذاب والحجاب، لأنه لو كان ذلك حقا على زعمهم لكان أهل النار في النعيم حين وضع القدم ولا شاهدوا الذات الجليلة كما شاهدها أهل الجنة، لأن مشاهدة الحق لا يكون معها عذاب. وقد أخبر عز وجل أنهم محجوبون لأن الرؤية مع العذاب لا تمكن، فبان بطلان ما زعموا بدليل النقل والعقل. ينقل حتة تانية، قالوا طب بلاش، مش هنقول بقى أن لي ساق ولا قدم، خلاص اتفقنا وتبنا إلى الله. يقوم إيه في الآخر يقول لك إيه، طب ليه يد؟ ما هو في نصوص تانية فيها اليد بقى. طيب يقول لك يد الله فوق أيديهم مثلا، والسماء بنيناها بأيد بل يداه مبسوطتان، مش كده برضه؟ يقوم إيه خلصنا من الساق والقدم، يقول لك بس أنا عندي إشكال في يد بقى، اليد. طب إحنا اتفقنا مالوش ساق يعني ولا قدم يعني، متشكرين، تبت إلى الله من هذه المسألة، بس ليه يد بقى؟ نقول له يد ولا أيادي كتيرة ولا إيه بالظبط؟ وبعدين اليد دي ليها كام صباع؟ أصابع ضعف عدد الخلق ده، لأن كل واحد محتاج صباعين عشان يبقى قلبه بين أصبعين، هيبقى إيه أصابع اليد بضعف عدد الخلق، ولا هتبقى الحكاية إيه؟ حاجة تضحك. لكن على أي حال هنقول له وأما ما زعموا من اليد وتعلقوا في ذلك بقوله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما إلى غير ذلك من الآي والأحاديث التي جاءت بالنص في هذا المعنى، فليس لهم فيه حجة أيضا، لأن اليد عند العرب تطلق على أشياء غير واحدة، فمنها الجارحة ومنها النعمة، لأنهم يقولون لفلان على فلان يد يريدون به النعمة، ومنها القوة لقولهم لفلان في هذا الأمر يد يريدون به معرفة وقوة عليه، وكذلك ما أشبه هذه الأوجه وهي عديدة. فكيف يحققون أحد محتملات في اللغة
ويجزمون به مع أنه مناف لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، فبان بطلان ما ذهبوا إليه بدليل ما ذكرناه من النقل. وأما البحث معهم من طريق العقل فلأن الملوك في الدنيا لا يفعلون بأيديهم شيئا، والذي يفعلون بأيديهم إنما هم رعاع الناس، وهذا مناف للعظمة والجلال، فبان بطلان ما ذهبوا إليه من طريق العقل أيضا. إذا كان ملوك الدنيا لما بيحتاج يبني حاجة ما تجيبناش بإيده، ده بيجيب ناس تشتغله، فيبقى ملك الملوك هيعملها بإيده؟ يعني ما عندوش ملائكة تبني له؟ إذا كان بقى الحكاية دين بقى جوارح، يعني ما حصلتوش زي يبقى ملوك الدنيا. وأما ما زعموا من الوجه وتعلقوا في ذلك بغير ما آية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال لك هو لي وجه، شوف وجه وليه عين اهو، شوف وليه ايد اهو، شوف ليه وليه رجل اهو، الله، وينزل الله ومستوى العرش قاعد، الله، ايه ده؟ يبقى عبد عجل ابيس، بقى عبد عجل ابيس، بقى عبد جسم بقى. دي مصيبه، يعني بقت مصيبه بقى، شغل عامل زي الاطفال اللي في الحضانه، يبص للسماء كده ويشاور يقول ربنا اهو، يبقى ده شغل حضانه بقى. الطفل عيل صغير لسه، بعد ما بيكبر بيعرف ان ربنا معاه حيثما حل، مش كده برضه؟ لكن في الاول وعي صغير يفتكر ان الحكايه كده، وبعدين لما يكبر ويعقل يجد ان ربنا معاه حيثما حل، وهو معكم اينما كنتم، اقرب اليك من حبل الوريد. حتى لدرجه ان العيل الصغير يبقى صايم وجعان وعطشان ولسه ما راحش يمكن في اولى ابتدائي، وتيجي تقول له يا ابني طب اشرب ولا افطر، انت مش مفروض عليك، يقول لك لا يا بابا انا ما اقدرش افطر في رمضان، كل الناس صايمه، ويخش اوضه لوحده وعمره ما يعملها لانه عارف ان ربنا بيراقبه، مع انه عيل صغير عارف ان ربنا معاه حيثما حل، ما يرضاش يعملها. يعني انتوا ما حصلتوش العيال الصغير اللي هو عارف ان ربنا معاه حيثما حل، وان ربنا سبحانه وتعالى اقرب اليه في كل حال. وبعدين انت تقول لي واخد بالك، واما ما زعموا من الوجه وتعلقوا في ذلك بغير ما آية، طب يبقى الوجه ده جزء من جسم الذات بقى، اذا كانت الذات ليها حاجات كتير، طب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني كل جسم ربنا حياتنا الا وجهه بقى، ده اسمه كلام بقى، ايه ده بقى؟ ايه التخاريف اللي انتوا وقعتوا نفسكم فيها دي يا مجرمين؟ لما تيجي الايه بتقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، الله، يبقى الوجه ده جزء، لان الوجه غير الايد، انت اثبتت له الايد الجارحه بلا كيف، اثبتت له الرجل بلا كيف، الاصابع بلا كيف، طيب وبعدين تفنى بقى هذه الاشياء كلها بنص الايه؟ فهل الذات تفني بعضها بعض؟ ده اسمه كلام، ده دليل ان بقى انت مش فاهم حاجة خالص، لا فاهم الوجه على معناه، ولا فاهم اليد على معناها، ولا فاهم حاجة على معناها، لان يستحيل على الله ان يفنى جزء ويبقى جزء، وإلا يكون مقهور والله قاهر، وإلا يكون متغير والله دائم باقي لا يتغير ولا يزول، يبقى ازاي انت هتقع الوقعة دي؟ شفت بقى ازاي هم فكرهم فكر في منتهى الفساد. وأما ما زعموا من الوجه وتعلقوا في ذلك بغير ما آية وغير ما حديث فليس لهم فيه حجة أيضا، لأنه يحتمل في اللغة معاني عديدة، فمنها الجارحة ومنها الذات كقولهم وجه الطريق يريدون ذاته، ومنها الحقيقة كقولهم وجه الأمر أي حقيقته، وما أشبه هذا المعنى، وهي عديدة، فكيف يأتون بشيء محتمل لأوجه عديدة في اللغة فيأخذون بأحد المحتملات ويجزمون به ذلك باطل لا خفاء فيه. وبعد بطلان ما ذهبوا إليه بما ذكرناه يرد عليهم قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن حملوه على ظاهره وهي الجارحة فيكون الوجه قد أحط بجميع الجهات فلم يبقى للذات محل، وهذا باطل بإجماع أهل النقل والعقل، وإن هم تأولوه لزمهم التأويل في الآخر. قال لك طيب فأينما تولوا فثم وجه الله دي والناس بتمشي الى جهات عديده، يبقى ليه اوجه في جهات عديده؟ يقول لك لا بلاش دي، هنأولها دي. طب اشمعنى دي تأولها والتانيه ما تأولهاش؟ تبقى انت بقى والعبان، تبقى انت راجل بتلعب بقى، وانت تمشي على قاعده واحده يا اما نبطل لعب بقى. فهمت بقى المساله؟ هم قعدوا قاعده الاول، قال لك لا نؤول الصفات، وبعدين تيجي تقول له فأينما تولوا فثم وجه الله وكل من علي فان ويبقى وجه الله، يقول لك لا هنا الوجه بمعنى الذات، وفي حته ثانيه يبقى الوجه بمعنى الجارحه. طب وليه هنا بتأول وهنا ما بتأولش؟ ما انت قايل من الاول انا مش هأول في الصفات،
انا هحملها على ظاهرها، يبقى انت راجل متلون، والتلون صفة المبتدعين الذين لا يحترمون قاعدة، او صفة الجاهل الذي ليس عنده قاعدة في الفهم. وإنهم تأولوه لزمهم التأويل في الآخر. وكذلك أيضا يرد عليهم قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فإنهم وقفوا أيضا في هذه الآية مع ظاهرها فقط سقط تحتهم مرة واحدة، لأن الذات الجليلة بالإجماع لا تفنى ولا تتجدد. وإنهم خرجوا عن الظاهر وحالوا إلى التأويل لزمهم نقد ما ذهبوا إليه في الوجه الآخر، ولزمهم الرجوع إلى التأويل فيه الحقيقي الذي يليق به عز وجل، وهو أنه يعود على الذات الجليلة. يبقى وجه ربك يعني ذات الله، فهمت؟ لا على الجارحة. والاعتراضات واردة عليهم كثيرة، وفيما أبديناه كفاية، مع أن قوله عز وجل ليس كمثله شيء ينفي ذلك كله ويريحونا. كل الحاجات دي المفروض تنفيها بالكلمة دي بس، لكن لا، كل ما تيجي تنفيله حتة يطلع لك بحتة تانية. تنفيله القدم يطلع لك باليد، تنفيله اليد يطلع لك بالوجه، تنفيله الاثنين يطلع لك بالاستواء والاستقرار والجلوس، تنفيله ده كله يقول لك اصله ينزل الى السماء الدنيا، تنفيله النزول يقول لك اصله مش عارف الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لو ما كانش فوق في السماء، طب وليه في الاسراء والمعراج الرسول ما شافوش الا عند سدرة المنتهى؟ ومين قال لك ان 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 ربنا ما كانوا عند سدرة المنتهى؟ مين قال؟ ده الرسول لما رأى ربه، هو الرسول اللي كان عند سدرة المنتهى، مش ربنا اللي عند سدرة المنتهى. فهمت ازاي؟ الرسول رفعه الله إلى مكان لم يطأه إنس ولا ملك، علشان يبين له أنك بشر لا كالبشر، وأنك المخلوق نمرة واحد عندي بس. فهي رفع مكانة للنبي، مش عشان يقربه ليه مكانا فيبين له ذاته الشريفة، أبدا. قادر انه ما تجلى ربه للجبل وهو على الجبل على الارض، هي دي شغلانه؟ فجعله دكه وخر موسى صاعقا. لكن ربنا اراد ان يرفع مكانه النبي بعلو مكانه، لانه جسم، النبي مش جسم، فرفعه الى مكان عالي، لان الجسم يليق به الاجسام والاماكن بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى ربه وهو عند سدره المنتهى، وهو هنا تعود على النبي، زي ما تقول رأيت القمر فوق السطح. مين اللي كان فوق السطح بقى، القمر ولا انت؟ ولا انت حاطط القمر في عشة الفراخ؟ ده حتى مع انفلونزا الطيور شالوا العشش، يبقى ما ينفع. يبقى ما تقول رأيت القمر فوق السطح، يعني انت كنت فوق السطح فرأيت القمر. مش معنى كده بقى الطفل يقول لك يا بابا ده القمر كان فوق السطوح، يبقى الشغل بقى بابا وماما والاطفال الصغير. فهمت ازاي؟ عشان تعرف ان هم فكرهم فكر اطفال مش فكر ناس عقلاء. واما ما زعموا من الجسمانيه وتعلقوا في ذلك بظاهر قوله عز وجل ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا، شوف كل ما نخلص منهم من حته يطلع لك في حته ثانيه. هم كده متعبين، هم طبيعتهم كده طول عمرهم، يعني تعبين سيدنا ابو جمره من 800 سنه، وتعبوا الامام الرازي قبل ابو جمره. تيجي تقرا كتب الامام الرازي برضه قعدوا يرازوه، فتسمى الرازي عشان كده الظاهر، عشان كانوا بيرازوه. يعني قضى عمره كله حتى مالف لهم كتاب اللي هو اسس التقديس يرد فيه على المجسم، وبيبين مذهب الاشعريه في الامام الرازي قبلهم خالص. يعني هم متعبين طول عمرهم متلونين، تيجي تخلصهم من حته يطلع لك من حته، تيجي مش حته يطلع لك من حته، يجي من وهكذا. هي طريقتهم كده، ما ناقشتهمش وعارفينهم يعني معروفين. وأما ما زعموا من الجسمانية وتعلقوا في ذلك بظاهر قوله عليه السلام ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا إلى غير ذلك من الآي والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، فليس لهم في ذلك حجة. تصدق ابن تيمية قال إيه في الحتة دي؟ قال ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا من على المنبر، ونزل خطوتين وبعدين بقى عايز بقى يصلح نفسه، قال دون أن يخلو العرش منه، دون أن يخلو. يا ولد يا موحد، قال يعني عايز هيسيب العرش لوحده؟ معقول يعني ينزل ويسيب العرش؟ يعني شوف تخاريف. لدرجة ابن بطوطة حكى هذه القصة، كان رحالة جاي من المغرب راح الشام، يقول ذهبت إلى دمشق فصليت في مسجد، فرأيت رجل في عقله خلل، وقف على المنبر وقال
هذا الكلام فضربه أهل المسجد بالنعال، فسألت عنه قال هو ابن تيمية الحراني. قايلها كده ابن بطوطة في رحلته ذكرها. أهل مسجد دمشق ما استحملوش، مسكوه ضربوه بالنعال لما قال كده، وفي الآخر يعملوه إمام في آخر الزمان، حاجة غريبة. ويطبعوا كتب أفخر الطبعات ويوزعوا على الناس بالمجان، كأنهم يريدون أن يفرضوا فهمه على الأمة ويجعلوه هو الذي يعني يؤخذ رأيه ولا يناقش. لو قلت له الإمام الشافعي قال يقول لك ما في أئمة غير، لو قلت له الإمام أبو حنيفة قال يقول لك ما في أئمة غير، مش معنى ده. لكن أول ما تقول له ابن تيمية قال خلاص سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا نحصي ثناء عليك، ويقصد بابن تيمية. حاجة غريبة الشكل. حتى لو قلت له الرسول قال يقول لك اصل الحديث ده احنا عايزين نبحث فيه، نبحث فيه نشوفه. لكن ابن تيميه ما تقول له قال ما يقولكش طب قريتها فين حتى، خلاص ادم قال قال خلاص بقى احنا هنقول معقول. فربنا ينجيهم. لان ذلك في اللغه محتمل لاوجه عديده، كقولهم جاء زيد يريدون ذاته، ويريدون غلامه، ويريدون كتابه، ويريدون خبره. والنزول مثله كقولهم نزل الملك يريدون ذاته، ويريدون أمره، ويريدون كتابه، ويريدون نائبه. فإذا أرادوا أن يخصصوا الذات قالوا بنفسه. هل ربنا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بنفسه؟ طب ما يمكن ينزل رحمته، ينزل رزقه، ينزل إجابته، ينزل رحماته على العباد، إيه المانع يعني؟ فهمت ازاي؟ ايه المانع؟ لكن علشان تحملها على الذات لازم يبقى في تأكيد بقى، يقول لك بنفسي، دي لغة العرب. لكن النبي ما قالش بنفسي. لكن لما كلم سيدنا موسى قال ايه؟ تكليما، عشان يبين لك انه كلام، كلمه كلاما. كلم الله موسى تكليما، يبقى بالكلام، كلمه بالكلام. شفت ازاي؟ لكن هنا النبي عمره ما قال ينزل بنفسه، لأن النبي فصيح، عربي فصيح بيعلم الناس. انت حتى لما تلاقي واحد يكون مثلا راجل غني ومن الاكابر ومن اهل المناصب، وبعدين ايه يقعد ياكل مثلا مع الناس العوام اللي زي حالتنا كده، ويربع على الارض وياكل معانا، تقوم تقول يا سلام ده نزل، نزل لينا وقعد كده. تقصد تنازل عن مقامه، مش كده برضه؟ مش مساله نزل يعني فحت وقعد، لا مش مساله يعني تنازل عن مقامه الذي هو اعلى منا، وايه وجلس معنا تواضع يعني. فيمكن ينزل ربنا بمعنى ايه؟ بمعنى ينزل ايه؟ رحماته ويؤجل عقابه من باب الرأفة بعباده. تحتمل معاني كثيرة. اشمعنى بقى عايز تخليها الحركة؟ عايز ليه تخليها الحركة؟ ما هو الحركة تؤدي إلى ايه؟ إلى التغير. التغير. مش كده؟ ده تؤدي إلى التغير. الحركة من خواص الأجسام وتؤدي إلى إيه؟ إلى التغير، لأنها تقتضي زمان ومكان. ما الحركة هي زمان ومكان، مش كده؟ طيب يعني انتقال، مش معناها انتقال للحركة؟ يعني معناها والحركة تؤدي إلى التغير، لأنها معناها زمن ومكان. فكرك أنت لو ما فيش حركة في الأفلاك وتوقف الزمن، يعني الزمن هو حركة، حركة الأفلاك، مش كده برضه؟ يعني الحركة تؤدي إلى الزمن. فهمت بقى المعنى؟ الحركة معناها الزمن. لولا حركة الأفلاك ما كان هناك زمان. طب لو توقفت الأفلاك أفضل أنا وأنت كده شكلنا واحد ما نتغيرش ولو ملايين السنين. وده اللي بيعملوه في الخيال العلمي، يقول لك عايزين نوقف الزمن. في الخيال العلمي، لأنه العقلاء عارفين كده إن لو توقف الزمن نفضل لا نتغير. وعشان كده في الجنة ليه نفضل عندنا 33 سنة؟ لأن ما فيهاش زمن. الجنة ما فيهاش زمن خلاص، لا ليها ليل ولا نهار. الجنة على طول كده ضوء، زي وقت المشقشق كده الشروق، عارف قبل وقت الضحى، أول الضحى هو ده ضوء الجنة، وكده على طول، لا يجي عليها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر ولا خلاص، هي كده على طول. يوم أهل الجنة يفضلوا إلى أبد الأبدين عندهم 33 سنة، ما يتغيروش ولا يشيبوا ولا إيه ولا يتكسحوا ولا ركبهم توجعهم ولا يحصل لهم تغير. فهمت ليه؟ لان توقف الزمن، توقف الزمن. يبقى لما تخلي انت الحركه، الحركه معناها
الزمان والمكان تؤدي إلى التغير، والله دائم باقي لا يزول. شفت بقى؟ يبقى معناه إن ربنا هيتغير، طالما بيتحرك هيتغير، لأن الحركة تقتضي التغير. فهمت إزاي؟ عشان كده قايل في الخريدة البهية سيدي أحمد دردير في علوم التوحيد، يقول إيه؟ واعلم أن هذا العالم حادث مستقل، لأنه شوف الدليل حدوث العوالم إيه الدليل بقى؟ كلمة واحدة، لأنه قام به التغير. يبقى كل ما يتغير ما ينفعش بقى إله، إنما ربنا دائم ده. كل ما في الأكوان تتغير، بص للسماء شوية مغيمة شوية منورة شوية مظلمة، متغير. بص لأي حاجة، الأرض تلاقيها متغيرة، البحر دائم التغير، الإنسان دائم التغير. بص لصورتك وانت في المدرسة، وانت اما اتولدت، وانت كنت بترضع، وانت بتتجوز، وانت بتجوز عيالك، تجد نفسك قاعد كل شوية بتتغير. يبقى كل ما على الأكوان متغير، أمال مين اللي دائم باقي؟ هو الله بس. واحنا ليه بنتغير؟ لأننا بنتحرك، احنا نفسنا بنتحرك وكل ما حولنا يتحرك، فلازم نتغير. وعشان كده بيقول ايه؟ واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر. ليه؟ لانه قام به التغير. شفت الكلام الحلو؟ العلماء بيحل لك الاشكال كلها. وعشان كده سيدنا ابراهيم لما راح لعباد الكوكب، هو عارف ربنا من قبل الكوكب، وعارف ربنا من قبل ما يروح لعباد القمر، وعارف ربنا من قبل ما يروح للشمس، لكن هو اراد ان يقيم الحج عليهم. قال لهم مش انتوا عقلاء؟ انتوا بتقولوا بقى الكوكب ده ربنا؟ هذا ربي، بقى ده ينفع ربنا؟ طيب قعد معاهم لحد ما النهار طلع، فلما افل قال قام به التغير لا احب الافلين. يبقى ده طالما قام به التغير ده حادث مفتقر مقهور، هناك من غيره، والاله لابد ان يكون قاهر. وبعدين اول ما شاف القمر راح لعباد القمر، قال لهم هذا ربي، يعني بقى ده ربنا ده؟ يا جهله. بس عشان سيدنا ابراهيم بقى طبعا في كمال ادب النبوه مش زينا، احنا طبعا لو رحنا لهم كنا لهم يا غجر يا مجرمين يا كفار، ونزعهم علقه بالنبوت. لا، سيدنا ابراهيم بقى عنده ادب عالي، فقام قال لهم من باب المجاراه، مش من باب ان هو بيجرب لسه بيدور على ربه، لا ما هو عارف ربه، هو لا يبحث عن ده، هو يعرف ربه، لكن من باب مجارات الخصم. زي ما واحد يقول لك انا ممكن، ايه رايك العربيه دي ممكن نمشيها بدل الجاز والبنزين نمشيها بالميه، الميه ارخص. تقول له يا راجل ما ينفعش. يقول لك لا انا مشيها، تقول له طب خلاص هات العربيه، هات جرك الميه يا راجل، تروح حاطط الميه، دور ما تدورش. تقول له هو ما تنفعش. وانت عارف انها مش هتنفع، بس انت عايز تثبت لي بالتجربه. فهمت ازاي؟ فكذلك سيدنا ابراهيم قال لهم هو ده بقى ربي. طيب قعد مستني شويه، لقى القمر استخبى. قال لهم ايه؟ لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، لان انا ربي المفروض يبقى قاهر وظاهر لا يغيب ولا يتغير. راح للشمس قال لهم اه انتوا بتعبدوا دي؟ ده ربي ده، هي صحيح اكبر من الكوكب واكبر من النجم واكبر من القمر، صحيح، لكن اصبروا بقى. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. ما ينفعوش الحاجات دي كلها، دي ما تنفعش. يبقى سيدنا ابراهيم حجته ايه؟ التغير. هي دي، وتلك حجتنا اتينا ابراهيم على قوم، قام التغير بالاكوان دل على حدوث الاكوان. ادي معنى كلام الشيخ احمد دردير، واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر لانه قام به التغير. يبقى إذا أثبتنا الحركة والنزول يبقى أثبتنا التغير، والله دائم باقي، يبقى يستحيل. شفت هم مجرمين إزاي؟ ما قروش حتى عقيدة الخريدة البهية دي، كان عاملها للأطفال، عاملها للأطفال الأصغر، للأطفال الصغيرة لسه. يعني حتى عقيدة أطفال الأزهر ما قروهاش، تصور. وبعدين في الآخر يعتبروا نفسهم علماء السلف، علماء السنة. والله حاجة يعني غريبة. ولذلك قال عز وجل في كتابه وكلم الله موسى تكليما فأكده بالمصدر رفعا للمجاز. فلو قال الشارع عليه السلام هنا ينزل ربنا نفسه أو ذاته
ينزل ربنا نفسه أو ذاته أو أكده بالمصدر نزولا. لو النبي بقى عايز يبين النزول حس، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا، الله، يبقى ساعتها ليهم حجة لغة من حيث اللغة، يبقى من حيث اللغة عندهم حجة. شفت قد إيه؟ لكن هم اللي عندهم حجة باللغة ولا حجة بالمنطق ولا بالعقل ولا بالقياس ولا بأي حاجة. لكان الأمر ما ذهب إليه، ولكن لما أن ترك اللفظ على عمومه ولم يؤكده بالمصدر دل على أنه لم يرد الذات، وإنما أراد نزول رحمة ومن وفضل وطول على عباده. وشبه هذا معروف عند الناس، لأنهم يقولون تنازل الملك لفلان، وهم يريدون كثرة إحساني إليه وإفضالي إليه، لا أنه نزل إليه بذاته وتقرب إليه بجسده. فهذا مشاهد في البشر، فكيف بمن ليس كمثله شيء؟ لقد أعظموا الفرية. وأما ما زعموا من الأصابع وتعلقوا في ذلك بما روي في الحديث أن السماء يوم القيامة تكون على أصبع واحدة والأرض على أصبع واحدة، الحديث بكماله، فليس لهم فيه حجة أيضا، لأنه محتمل في اللغة لأوجه عديدة، لأن العظمة مستعار لها اليد، كما قال بيد عظمته وبيد قدرته، فكن هنا عن بعض أجزاء العظمة وعن بعض أجزاء القدرة بالأصبع، لأن أضعف ما في اليد الأصبع، فصرح هنا بأن بعض أجزاء قدرته وبعض أجزاء العظمة هي الفاعلة لما ذكر، وإن كانت العظمة والقدرة لا تتجزأ، لكن هذا تمثيل لمن له عقل، لأن المتحيز لا يعرف إلا متحيزا، فضرب له مثل بما يتوصل الفهم إليه حتى يحصل له معرفة بعظم القدرة، ولا يلزم المثال أن يكون كالممثل من كل الجهات، فبطل ما ذهبوا إليه بدليل ما ذكرناه. ثم بعد ذلك يرد عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، وما عند أهل السنة بين أمرين من أمر الرحمن، فإنهم تأولوه كما تأولوا أهل السنة لزمهم التأويل في الآخر، وإنهم حملوه على ظاهره لزمهم أن يقولوا بأن أصابع الرحمن عدد الخلق مرتين، لأن ما من عبد إلا وهو بين إصبعين، وأن الذات الجليلة تخالف ذوات العبيد بأجمعهم، ومعتقد هذا لا خفاء في حمقه ولا شك فيه، والبحث معه قد سقط. فانظر إلى هذا الغباء الكلي الذي مرقوا به من الدين، كيف منعوا به فائدة ما احتوى عليه قوله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقد أخبر الشارع عليه السلام أن في هذه الأرض الواحدة ألف عالم، فإذا كان هذا العالم كله في هذه الأرض الواحدة فكم في الأرض الأخرى، في الأراضين الأخرى وفي السماوات السبع وما بينهما؟ وقال عز وجل في خلق هذا كله: وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وفائدة مدلول هذا والأخبار به إنما هو أن يعلم أن هذا الخلق كله بعظمه وكثرة ما فيه من المخلوقات في هذا القدر من الزمان لا يكون بجارحة ولا آلة، هذا ما هو من طريق النقل. أصل لو كان ربنا بيخلق المخلوقات دي بالتفاعلات الكيميائية وبالآلات وبالحاجات دي مش بيكون فيكون، لكانت الحكاية مع العوالم دي كلها تاخد منه ظهور عديدة، مش 6 أيام ولا 7 أيام بس، لكن ده الحكاية كن فيكون. وأما من طريق العقل والنظر فهو أن العمل إذا كان بجارحة لا يكون إلا بعضه يتلو بعضا، ولو كان ذلك كذلك لاستحال أن يكون ذلك الخلق العظيم المذكور في هذا الزمان القليل وهو 6 أيام. ووجه آخر أيضا مشاهد مرئي مدرك، وهو أن الجارحة التي تعمل الكثيف لا تستطيع على عمل الرفيع، ومثاله الذي يعمل في الحلفة أو في الفاعل وما أشبههما، إن مد يده للخز أو الحرير أو الرفيع من الكتان أتلفه مرة واحدة، فكيف يفعل فيه شيئا يكون فيه فائدة؟ وكذلك الآلة التي تعمل بها الأشياء، لأن الآلة التي يعمل بها الرفيع لا يعمل بها الكثيف، ومثاله منشار المشط لا يتأتى أن تنشر به الخشبة، وكذلك جميع الآلات لا يجزي بعضها عن بعض، لا يجزي الرفيع عن الكثيف ولا الكثيف عن الرفيع.
وقد شاهدنا في المخلوقات مثل البعوضة والفيل إلى غير ذلك من اللطيف والكثيف مع كثرتها، فكثرتها مع اختلاف أنواعها في قصر الزمان المذكور أدل دليل على ما ذكرناه، وهو أن خالقها اخترعها بقدرته دون جارحة ولا آلة، ولذلك جعلها عز وجل دليلا لإبراهيم عليه السلام في عظيم اليقين، فقال عز من قائل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما أن أراد الله عز وجل من خليله عليه السلام قوة اليقين ألهمه إلى النظر بالتوفيق في الملكوت، فبان له ما ذكرناه فكان من الموقنين. يشهد لذلك قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهادته عز وجل لنفسه هي ما تضمنه مدلول مخلوقاته بوضعها على أنه جل جلاله ليس كمثله شيء نحو ما تقدم. فالبحث مع هذه الثلاث فرق على ما تقدم والتبيين لتخصيصهم ذلك العموم يتبين لك فساد ما ذهب إليه غيرهم من 72 فرقة وكيف تخصيصهم اللفظ العام. ونقف عند قوله: ثم نرجع الآن إلى بيان اعتقاد أهل السنة وبه يتبين فساد مدى بالغير. هنذكر بقى اعتقاد أهل السنة غدا إن شاء الله رب العالمين. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. غفلان ذكر الغافلون.